السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم غادي نقدم لكم واحد المرق ديال السمك اللي الصراحة تيجي زوين وتنخدموا به بزاف د الحوايج، بحال البسطيلة، بحال البايلة، بحال انا غادي نخدم به بايلة. فكنحتاجو فيه الكروفيت ملي كننقيوه، فكنغسلوه مزيان مع الملحة وشوية الحامض، وكنحتفظو بالورق ديالو. انا الصراحة كنحتفظو بالجلوف تاعو، فانا دائما ملي كنجيبو كناخذ هذوك الجلوف تاعو، واخا ملي كنقيه كنغسلهم وكنحتفظ فيه، كنحتفظ فيه بالمجمد. فصراحه كيبقى زوين وبحال كنخدمو به بزاف د الحوايج. كنحتاجو بصله صغيره، تنحتاجو ورق الرمد او ورق سيدنا موسى، تنحتاجو اكليل جبل اللي هو سميتو ليا الازير. بصراحه هو تيعطي واحد المذاق زوين في المرق تاع السمك. كنعوضو به كنور، باسكو راه عارفين كنور راه الصراحه ما كتكونش صحيه. فلهذا يعني ملي كتخدموا هكا بالمرق تاع السمك او مرق تاع الدجاج او مرق تاع اللحم فحسن. فهنا كناخذ البزار اللي تيكون حبوب بحال هكا، فما عندكمش حبوب يمكن لكم تستعملوا غير اللي كيكون مطحون. وهنايا جوج صوص تاع الثومه، ودابا غادي نروي هذا المرق. فانا هنا خاصو يخرج ليا جوج اترو، حيت كيما قلت لكم غنخدم به بايله، فانا خاصني نحتاج جوج اترو. هذاك الشيء علاش درت جوج اترو ونص ديال الماء. فدابا غنديرو فوق البوطه، ومن بعد غادي نخليه حتى يغلى مزيان، وراه اللون ديالو غادي يتبدل. اللون ديالو غادي يولي بحال اللون تاع الكروفيت. ملي غادي يوجد ليا غادي نرجع معكم. فالصراحه هاد المرق كيجي صراحه زوين وتيكون ساهل بحال هكا نخدمو به. فالمهم كما قلت لكم دابا غنحطو فوق البوطه حتى يغلى مزيان. ملي غادي يغلى غنخليه حتى يتبخ في اللون تاعو، كما دابا راه كتشوفوا اللون تاعو عادي. فهادوك هذاك ازير وهذاك اوراق الرند والثومه والبصله غتلقوا فيه واحد غتلقوا ليه واحد المذاق اللي غيكون زوين. وكما قلت لكم الجلوف تاع الكروفيت هما غتلقوا واحد المذاق اللي غيكون زوين، واللون تاعو راه غيولي برتقالي. هذيك الساعه غادي نطفيو عليه، فملي غادي نطفيو عليه حنا غادي نصفيوه، وديك الساعه غنوريكم كيفاش كيكون. فهذا هو المرق ديال السمك من بعد ما كيوجد لينا، كنخليوه يبرد. فكما الصراحه فكما كتشوفوا الصراحه تيجي زوين وتيجي لذيذ. كنعوضوا به الكنوره ديال السمك، فخاصو يكونوا عندنا غير القشور تاع الكروفيت. وبالنسبه لهذا فحنا نقدروا نحتفظوا به في المجمد، نديروه مربعات. فما بغاو نخدموا بشي حاجه فيها الحوت نديروه، صراحه تيجي زوين وتيجي لذيذ وتعطي واحد المذاق رائع للبسطيله، لا البايله، لا اي حاجه كنحتاجوا فيها الكنور. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وبقاو معايا باش نوريكم كيفاش كنحضر حتى البايله. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي. السلام عليكم.